ومن العراق إلى لبنان، وننتقل الآن لمراسلنا أحمد سنجاب من بيروت ليطلعنا على أهم ما تناولته الصحف اللبنانية صباح اليوم. أحمد، صباح الخير عليك، لو تقول لنا أهم ما جاء في الصحافة اللبنانية اليوم. أحمد تفضل. صباح الخير عليكي وصباح الخير على جميع المشاهدين. صباح جديد من العاصمة اللبنانية بيروت. الحقيقة اهتمامات الصحف اللبنانية ركزت النهاردة بشكل أساسي طبعا على الحراك السياسي الذي يتم خلال الأيام الماضية من أجل إحداث خرق في الجمود الذي يصيب عملية انتخاب رئيس جديد للبلاد. هناك تحركات يقوم بها القيادي السياسي البارز وليد جنبلاط، وكان في لقائه مع رئيس مجلس النواب بالأمس نبيه بري لمحاولة إحداث توافق على مجموعة من الأسماء التي يتم طرحها خلال الجلسات المقبلة. عملية انتخاب رئيس جديد للبلاد متوقفة على مدار أسبوعين حتى الآن بسبب الخلافات العميقة التي دخل على إثرها عدد من النواب في اعتصام داخل مجلس النواب. أيضا جلسات مجلس الوزراء هي معطلة بسبب الخلافات السياسية التي تعيق عمل مجلس الوزراء، وكان هذا أيضا من العناوين السياسية البارزة اليوم. ولكن ربما العنوان الأبرز هو طرح أسماء جديدة للرئاسة وعلى رأسهم قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، بالإضافة إلى إعلان الثنائي الشيعي بشكل شبه واضح عن دفعهم بسليمان فرنجية في أول جلسة مقبلة لمجلس النواب المقبل في الجلسات المخصصة لانتخاب رئيس جمهورية. ويبدو أن الرئاسة ستصير بين الاسمين سليمان فرنجية وقائد الجيش. نعم. وربما أسماء أخرى. اسمح لي أن أناقشك أحمد في الجزئية اللي أنت ذكرتها، ربما اسم العماد جوزيف عون وأيضا سليمان فرنجية ليست أسماء جديدة تم طرحها من قبل، لكن ربما هذا يعد إعلان رسمي بشكل أو بآخر من قبلهم. هل هكذا هو الأمر أحمد؟ وهل تتوقع الصحف اللبنانية أن يفوز أحدهما بشكل أو بآخر، أو تواجدهم أصلا يحدث حراك بشكل أو بآخر؟ هو يعني يمكن أن نقسم عملية انتخاب رئاسة الجمهورية في لبنان إلى مرحلتين، مرحلة ما قبل طرح هذه الأسماء ومرحلة ما بعدها. ما قبل طرح هذه الأسماء كان هناك عدد من المرشحين يحظون بعدد من الأصوات متفاوتة، ولكن كما يصفها بعض السياسيين والمراقبين اللبنانيين بأنها كانت مرحلة حرق بعض الأسماء. ولكن نأتي بعد هذا الجمود السياسي الكبير الذي يهدد بإفشال عملية انتخاب رئيس جمهورية لمدى طويل، كان هناك حراك بطرح مجموعة جديدة من الأسماء. فقام القيادي السياسي وليد جنبلاط بطرح قائد الجيش، طرح مرشح آخر اسمه صلاح حنين، بس سبق أن طرح اسمه في وقت سابق ولم يحظى بقبول كبير داخل مجلس النواب. ولكن الأسماء التي خلفها كتل سياسية يمكن أن توصلها إلى رئاسة الجمهورية فهو الاسم المطروح الأول سليمان فرنجية بصفته مرشح الثنائي الشيعي، وهناك شبه توافق بين هذه الكتلة على ترشيحه باستثناء التيار الوطني الحر، لأن التيار الوطني الحر يعترض على جميع الأسماء. هو يعترض على سليمان فرنجية، هو يعترض على قائد الجيش اللبناني، هو يعترض على النائب ميشيل معوض، هو يعترض على كل الأسماء المطروحة حتى الآن. ولوح رئيس التيار الوطني الحر بإمكانية أن يقدم نفسه كمرشحا للرئاسة في الانتخابات حتى ولو لم يحصل على أي أصوات، ولكن المشهد الآن لا مرشح فعلي أو حقيقي حتى الآن ومحظى بدعم كتل سياسية مؤثرة سوى سليمان فرنجية، وأيضا الاسم المطروح قائد الجيش، ولكن ترشيحه يتطلب تعديلا دستوريا. هذا التعديل يحتاج إلى موافقة ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب، لأن الدستور اللبناني ينص على منع موظفي الفئة الأولى من الترشح للانتخابات لمدة عامين من خروجهم من الحكم أو من خروجهم من منصبهم. فبالتالي هو يحتاج إلى تعديل دستوري لتجنيد هذا العمل، وهي سابقة حدثت في لبنان، يعني هي يمكن أن تحدث، ولكن يحتاج إلى توافق ثلثي عدد الأعضاء على الأقل. نعم، ماذا لديك أيضا أحمد في عناوين الصحف اللبنانية؟ دعينا نذهب بعيدا عن العناوين السياسية الصلبة. ربما هناك بواشر أو بوادر فرح للبنانيين من العاصفة فرح. العاصفة فرح هي تعتبر أول عاصفة في موسم الشتاء تأتي إلى لبنان. وهنا في لبنان يستقبلون العواصف بترحاب شديد جدا، لأن هذه العاصفة ثلجية تعيد إحياء موسم سياحي مهم، موسم سياحي في الشتاء للبنانيين، تعطيهم الأمل، تعطيهم المياه، تملأ الآبار بالمياه،
فالعاصفة فرح هي تزين شوارع لبنان وتزين قمم جبال لبنان، هناك احتفاء كبير جدا بها سواء في الصحف اللبنانية أو في الشوارع، لدرجة أن الشوارع بالأمس في العاصمة بيروت أمطرت بعض السلوك، فكان هناك الناس خرجت إلى الشوارع تحتفل بنزول السلوك في العاصمة بيروت، فلبنان في فرح بسبب العاصمة أو العاصفة فرح التي ستستمر ربما حتى 12 من شهر فبراير الجاري لأنها سلسلة عواصف متصلة. ربما الخبر الآخر المضيء هو خبر نشره صحيفة نداء الوطن، ببنين تنتصر على الكوليرا، صفر حالات. ببنين هي من أهم المراكز التي انتشر منها وباء الكوليرا في لبنان، وكانت هي الأكثر تسجيلا للحالات على مستوى الدولة اللبنانية، فكان خبر أن ببنين تنتصر على الكوليرا من الأخبار المهمة جدا والتي تؤكد انتصار جهود وزارة الصحة اللبنانية وكل المؤسسات التي دعمت هذا الأمر على وباء الكوليرا رغم الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان سواء على المستوى الاقتصادي أو المستوى الاجتماعي أو المستوى المعيشي المتدهور يوما تلو الآخر. وكان هناك تركيز أيضا واحتفاء بما قدمته مصر من مساعدات للدولة اللبنانية في مواجهة هذا الوباء، وتحديدا هناك الكثير من المساعدات التي قدمتها مصر التي توجهت إلى منطقة ببنين وساهمت في القضاء على وباء الكوليرا نهائيا، واليوم لبنان يحتفل بببنين صفر حالات كوليرا. ده من الأخبار التي سيطرت على الصحف اللبنانية اليوم. ربما هناك شأن آخر هو الشأن الاقتصادي، ولكن هذا أصبح سمة بارزة في جميع الأعداد وجميع الأيام في لبنان، ولكن الخبر البارز ربما اليوم هو أن حاكم مصرف لبنان أعلن عن بدء رفع سعر الدولار في البنوك، السعر الرسمي من 1500 ليرة ل 15000 ليرة، وهو زيادة بقيمة 10 أضعاف تقريبا، ولكن هذا في سعر الدولار الرسمي. هذا السعر هو مقيد فقط لبعض المعاملات الرسمية، ولكن السعر الحقيقي الذي يتعامل به لبنان في جميع سلعه هو سعر يناهز 59500 ليرة للدولار الواحد، وسط أنباء عن إمكانية دولارة عدد من السلع وخصوصا السلع الغذائية في السوبر ماركت خلال الفترة المقبلة، بمعنى أن تعلن أسعارها بالدولار الأمريكي، ولكن حينما يتم الدفع وفقا لسعر الصرف اللحظي، وذلك بسبب التذبذب الكبير في سعر الليرة اللبنانية أمام الدولار والانهيار الكبير على مدار الأيام الماضية. ربما هذه أبرز العناوين التي وردت في الصحافة اللبنانية اليوم، إلا إذا كان لك أي تساؤل عما ورد في صحافة اليوم. شكرا أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت على كل هذه المعلومات والقراءة في الصحف اللبنانية صباح اليوم أحمد، وبنتمنى بكل تأكيد دوام الأخبار المفرحة في لبنان.